الصودا معناها ايه؟ ان البورز المسامات اتفتحت فدخل فيها شويه وساخه كده موجوده من الجو او اثر ميك اب قفلت عليها شويه بشويه تلاقي جنبها 3 حبايه وتلاقي روز صودا كده اتجمعوا حوالين بعض وبقوا ايه؟ ممكن يطلعوا حبوب او ممكن يسيبوا اثار وخصوصا في المنطقه دي ومنطقه المناخير. صحيح. نعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا لما نيجي نغسل وشنا ما نغسلش باي صابون. وخصوصا البشره الدهنيه ما تغسلش بصابون فيه دهون. اللي هو يقول لك كريمي والحاجات دي. يوم ما احنا مش عارفين نجيب حاجات مستحضرات معينه للغسول ممكن احنا حتى نجيب عارفه صابونه النابلسي اللي بتاعت الزيتون زمان بتاعت زمان هاتيها دي اغسلي بيها وشك. لو انت حطيتي ميك اب لازم يزيد ميك اب. ما ينفعش اللي هو غسيل الوش لا. وخلاص. اوعي تنامي بالميك اب مصيبه. لا احنا يا جماعه بالليل ربنا جعلنا. قولي بقى اختار ان حد ينام بالميك اب لان في ناس كتير بتعمل كده. اوعوا تناموا بالميك اب. اولا طول فتره الليل بيحصل تجديد للخلايا. انت بتمنعي تجديد الخلايا. تاني حاجه التنفس بتاعها ما بتتنفسي تبقى بشره مجهده بيبتدي يخش جوه المسامات فتتسد عليها. فاحنا اول حاجه لازم قبل ما تخشي السرير تروحي شايله الميك اب خلاص منظفه البشره. منظفه البشره. اغسلي وشك اتوضي اعملي اللي انت عايزه تعمليه وبعد كده تروحي حاطه ميه الورد. ودي حاجه ثانيه برده كمان ممكن تتعمل قبل النوم اللي هي ميه الخس بتترش على الوش وبعدين بزيت الورد. ماشي اوكي خطوه بس احنا خلينا اول في الاساس اللي هم لسه الناس اللي ناموا الميك اب يغسلوا وشهم وبعد كده بميه الورد يقفلوا المسام. انا عايزه لازم مسام مقفوله عشان ما تلمش اي حاجه. تمام اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي جبت كريم ليل حلو قوي جبت كريمات حلوه قوي جو اهيد حطيها تعمل بشرتك. ما عنديش مقدره اجيب اعمل ايه؟ نجيب زيت اللوز. زيت اللوز ونحط عليه كده كام نقطه زيت خارج. اوكي؟ تمام. ونروح دهنين بيه بشرتنا وتحت عينينا. زيت اللوز، زيت جنين القمح. هنلاقي ان كل الكريمات العالميه موجود فيها الزيوت ديت، زيت اللوز، زيت جميل القمح، ونقطتين زيت خروع. ما نكترش عشان ما تدهننش. طيب. هنحط كده حاجات بسيطه، زيت اللوز كمان اللي هتسوي ده بعد ميه الورد. بعد ميه الورد. وحاجات بسيطه وحاجات دائريه كده ونيل. طب اوريدي اللي عندهم حبوب بسور بتاع سودا دي. انا اسمها بسور. بسور اه. نقط سودا كده نعملها ازاي؟ نجيب فوطه سخنه نحطها كده في ميه ونروح حاطينها على وشنا على المكان. انا عايزه افتح المسام. اوعي تعملي حمام بخار وانت باصه لتحت. دايما في ناس يقول لك انا عايزه افتح المسام تروح جايبه حله حاطه فيها ميه وباصه فيها. تاخد البخار كله في وشها. لما تاخدي البخار دايما تاخدي البخار وانت رافعه راسك. لما تاخدي البخار وانت مغطيه الجلد بيترهل. يعني لو قدامنا الحاجه اللي هي بيطلع كده. منها البخار امد وشي ليها بس كده. يكون طالع كده. كده. طالع كده. خلاص لكن اوعي تعمليها وانت عامله كده وانت عامله كده يعني خدها لفوق خدها هي لفوق. هتطلع على الوش يعني او لو جهاز يكون كده في وشك او لو ما عندكيش كل دوت تجيبي حته كده صغيره تحطيها في ميه سخنه قوي تفضلي تعدي فيها المنطقه بتدي نفس النتيجه هتفتحي المسام وتطريها. تمام. وتيجي بعد كده تبقي حاطه شويه قرفه بودره القرفه بودره القرفه وتدعكي بيها. ده للي عنده بصور سودا في الوش. اوعي تفعصيها يعني اوعي حد يمسكها ويقعد يفعص كده فيها. ليه بقى؟ هتسيب مكانها اثر. هتفتحي المسام قوي ونعرف ان هو الحبوب بالبثور مرتبطه بشبكه عنكبوتيه تحت تحت البشره. شبكه عامله كده. فانت دلوقتي جيتي فتحتي الحته هنا هتسيري جنبها تسدي جنبها حته ده تروح طالعك حبايه في حته ثانيه. فتطلع وتخلص من هنا تطلع في مكان ثاني زي ما الناس بتقول ده بيخلص من جزء يطلع في جزء. اوعي نلعب فيها. في ناس عندهم يقعدوا يلعبوا فيه معصره فيهم كده. لا. اوعي تلعبي فيها.